ايوه بحث الامور التعاقديه. طيب قبل ما انتقل لخبر اخر عن تصريحات الكاف، والكاف بيقول لا نستطيع الكشف عن قرارنا بشأن دوري الأبطال، أمامنا 40 يوم. خلينا نبقى قليلا مع جملة حضرتك قلتها من شوية، حضرتك قلت عايز انتقل للحديث عن باقي نجوم الأهلي اللي أثير حولهم جدل في الشارع الأهلاوي في الأيام اللي فاتت، قلنا على سبيل المثال بعض الأسماء، حسام عاشور، شريف إكرامي، من النجوم الكبار في الفريق خلال الفترة اللي فاتت. طبعا بص، طبعا هو موقف الابرز يمكن يعني موقفين مهمين جدا في حاله الظروف اللي بتمر بها الرياضه عامه بعد توقفها. راى النادي الاهلي اللي هو مثلا يعني سرعه انهاء بعض الملفات العالقه طوال الفتره السابقه واللي حسمها. بالنسبه يعني حسام عاشور من الكباتن اللي لهم تاريخ في النادي الاهلي، ولا احد يستطيع ان يختلف على ذلك، ومن اللاعبين يعني اللي يتميزوا بالاخلاق العاليه. ولكن انا يعني قرار الفني بيخضع لحسابات المدير الفني، وعاوز اقول للناس او الناس اللي يعني ممكن تفتكر الواقعه دي او ممكن تنساها، من 26 او 28 سنه كان في قرار مشابه لقرار يعني قرار من برضه اداره النادي الاهلي وقتها، كان فيها الكابتن طاهر ابو زيد، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمود صالح، كابتن علاء ميهوب وقتها، كان الاهلي في واخد يعني ايه بطوله الكاس. ها، وكان قرار فجاه بتيجي فتره كده. بعد كده عاوز اقول حاجه، مشي حسام وابراهيم من النادي الاهلي، ما كانش احد يتوقع انه رضا عبد العال وعدد يعني ايه وقتها اسماء نجوم كبار. نجوم كبار. حسام عاشور، انا القرار الفني ده قرار مسؤول عنه المدير الفني، الراجل هو اللي بيديره وشايف وبيخطط للمستقبل. انا كنت اتمنى في تريكه صغيره حصلت، يعني كنت اتمنى يعني طريقه ابلاغ حسام عاشور، او طريقه يعني فيها نوع، اعتقد حسام شعر انه يعني بعد ال 16 سنه وحجم البطولات اللي حجم البطولات انه يعني كان يستحق انه الخروج يبقى بصوره الصوره انه خلاص هو فنيا اعتقد في قراره نفسه عارف انه المستوى قل تراجع والناس شايفه فنيا لا احد يتكلم، لكن كان يتوجب عليه حتى لو صدر هذا القرار في طريقه خطا. يعني البعض اخذ بعض التصريحات من وجهه نظري اراها تصريحات مؤلمه، تصريحات مؤلمة، لأنه الأهلي أكبر من كده، ولا صح من نجم كبير وكابتن كبير إنه يتقال الكلام ده حتى لو كان هو صدر هذا الكلام عنه. وأعتقد إنه صمته في الفترة الحالية صمت إيجابي، كان يتوجب عليه إنه ينتظر قليلا، وكان يتوجب على من أبلغه أن ينتظر قليلا ويتم إخراج المشهد بصورة حتى لا يستغله الآخرون بصورة لتشويه المنظر العام، علاقة النادي الأهلي، علاقة النادي، وأنه الأهلي الكلام اللي هو يعني انا شايف فيه دس يعني في حقد وفي كراهيه وفي تصرفات في كلام يعني انت بتدي في الظروف دي فرصه لبعض انه يقول على النادي كلام مش موجود، انه الاهلي بيبيع ابنائه وانه الاهلي بياكل ابنائه، مع انه النادي الاهلي لما تيجي تحسبها النادي الوحيد لو اي لاعب لعب ليه وليه مليم واحد، انا شاهد على مواقف يقعد النادي الاهلي ممكن يقعد سنه يدور على اللاعب عشان يديله المستحقات، يقعد بيحافظ عليه بيدور، لكن في حاجات فنيه، في ناس اكبر من كده، في ناس كتيره نجوم صدر قرار مثلا اعتزالهم او صدر قرار ان هم مشوا من النادي، بتبقى قرارات فنيه ما لهاش يعني ايه اسباب شخصيه، يعني مش ما فيش موقف من الاداره مع حسام انها تمشيه، لا هو هي رؤيه فنيه. رؤيه فنيه، بس انا كنت عاوز الاخراج مع حسام يتم يعني بصوره من وجهه نظر افضل من كده، بصوره انه يتقال له ويتقعد معاه، يعني ما يتمش الكلام يعني. ده حسام عاشور برضه، فاعتقد حسام عاشور بذل جهد وكان لعيب كابتن مهم جدا، كابتن ولاعيب محترف ادى دوره، ولا احد ينسى ما فعله وقدمه حسام عاشور. اتمنى يتم معالجه الامر بصورة ان شاء الله ده يحصل، لان زي ما حضرتك قلت هيظل حسام عاشور يعني اسم كبير من الاسماء اللي طبعا ان شاء الله يعني بتاريخ النادي الاهلي دخل الكابتن، والنادي الاهلي سيظل يدرك ابنائه وقيمة نجومه على مدار تاريخ النادي الاهلي اللي اسهموا في تحقيق هذه النجاحات. فزي ما حضرتك قلت اعاده النظر في بعض الامور او المعالجه لا ابدا، يعني كان فيها نوع من التسرع، وكان فيها المفروض يبقى فيها يعني في يعني اقول لك ايه حاجه كده تركه كده، يعني تركه كده تبقى دايما عند يعني رئيس النادي، هو المفروض في لعيبه قيمتها المفروض يعني يكون من خلال رئيس النادي يتم ابلاغ الموضوع. شريف اكرامي، يمكن شريف اكرامي كان سباق بالحاجات اللي هو التصريحات اللي هو قالها، لكن انا اقف عند شريف اكرامي رغم تمسك ريني فايلر بي واحساسه بانه ليه دور مع الفريق، حتى لو كان الظروف
حرمته ان هو يبقى موجود في الملعب ان له دور خارج الملعب ودور مميز جدا، وهيجي الوقت اللي هيتحكي فيه عن دور شريف وقناعة الرجل متمسك بيه وبيشوفه، لكن هو رأى انه عنده مقدرة ونفسه يلعب ويكمل. لكن شريف من الناس اللي لازم النادي الاهلي يحافظ عليه، شاب مثقف، شاب واعي، امتلك شخصية مميزة، عايز اقول انه كادر من الكوادر المهمة جدا مستقبلا. التزامه وعدم حديثه وتحمله الضغوط والجلوس على دكة الاحتياط قليل جدا من اللعيبة اللي تتحمل الكلام ده. شريف كلام من اللعيبة دي، من اللعيبة اللي ما بيصيرش مشاكل، ممكن يعني تسمع ممكن يفضفض ولكن في كلامه حتى بيكون فيه مهذب دايما، هو نجم يعني عنده كل